السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي الهلال قدم عرض خيالي لكيليان مبابي، هذا الشيء بيعني انه تغير كبير بالاستراتيجية اللي كان عم يتبعها الدوري السعودي. اللاعبين القريبين من الاعتزال او النجوم العاديين اللي كان عم يستخدمهم الدوري السعودي اصبح الان يتطلع الى النجوم الصف الاول وعلى رأسهم كيليان مبابي. طبعا الهلال قدم معارض خيال لكيليان مبابي، والعديد من المتابعين اصبحوا يسالوا سؤال افتراضي: هل اذا لعب جميع او اغلب نجوم الصف الاول في اوروبا، اذا لعب بالدوري السعودي، هل هذا سيجذب انتباه الجماهير والدوري السعودي حيكون الدوري الاول عالميا وحنبطل نحضر الدوريات الاوروبيه؟ فينا نجاوب على هذا السؤال بعدد نقاط. اولا، نحن احببنا كره القدم من اجل الفرق، من اجل اختيار كرة قدم معينة وطريقة لعب معينة لدى بعض الفرق، لهيك اولا حبينا كرة القدم. الاشخاص اللي حبوا، الجماهير اللي حبت الاشخاص مثل الجماهير اللي حبت مارادونا وايضا حبت بيليه، ظلت تتابع كرة القدم ومتمسكة بالستايل او كرة القدم اللي كان يلعبها هؤلاء النجوم. مثلا اللي كانوا يحبوا دييغو مارادونا اصبحوا يحبون ميسي، بعد الشيء اللي بيحبوا بيليه اصبحوا يحبوا رونالدو. فكرة القدم دائما تتجدد، يعني انتقال لاعب من فريق الى فريق ما بيعني هذا الشيء انه خلص انتهت كرة القدم عند هؤلاء الاشخاص، بل ولكن هناك دائما نجوم يولدون ودائما نجوم يتواجدون في كرة القدم الاوروبية خاصة ويمتعوننا ربما اكثر من الاصل. طبعا عن بعض الاشخاص، الانتماء الى فريق معين هو انتماء مقدس وربما يعني كانتماء الى الدين اللي بيمثله هذا الشخص. فلما تشجع انت فريق ما بتقدر انت تبدل هيدا الفريق، لانه فعلا تعتبره انت شيء مقدس لك، انت ربيت على حبه وايضا حضلك تتابع هذا الفريق مهما حصل. اذا نزل على الدرجة الثانية، اذا كانت نتائجه غير جيدة بالدوري، حضلك تحب هذا الفريق. من النقاط الأساسية اللي جذبت عشاق كرة القدم إلى هذه اللعبة هي الدربيات المثيرة اللي بتصير بين فرق أوروبا وأيضا بكل دول العالم. فالدربيات الأوروبية خاصة أعطت رونق كبير للعبة كرة القدم، وعلى رأسها طبعا ديربي برشلونة والريال اللي هو كان دايما عم بيكون من الأفضل عالميا. طبعا الكلاسيكو بمن حضر الكلاسيكو بدون النجوم اللي نحن بنعرف اللي هي ميسي وكريستيانو رونالدو كان عم بيكون قوي وقوي جدا، وايضا حيضل من الاقوى عالميا. طبعا كنا نذكر ايضا ديربي الغضب، ديربي انتر والميلان، اللي مع ضعف الدوري الايطالي كان دائما عم بيكون ايضا من الاوائل بالدربيات الاوروبيه والعالميه. فالدربيات حتضل ملجا لكل عشاق كره القدم، اللي بحب كره القدم فعلا بحب فريقه وخاصة بشجع بهذه الدربيات، وبيكون عنيف أيضا أمام الخصم الأساسي والمنافس. فمن الطبيعي أنه الدربيات القوية حافظت على كرة القدم وعلى شعبيتها. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها هي الجماهير وما تمثل. فطبعا كل جمهور بيمثل المنطقة اللي بينتمي له فريقها، بيمثل البلد اللي بينتمي له. فأيضا الجماهير كانت عم تكون مؤثرة جدا بكرة القدم. فرؤية جماهير نابولي مثلا او جماهير برشلونه او الريال او العديد من الفرق الاوروبيه هي متعه كرويه خالصه. ايضا جمهور دورتموند بالمانيا، بايرن ميونخ اللي كان عم بيسيطر على الالقاب، دورتموند اللي كان عم بيسيطر جماهيريا، فعلا هذه الاجواء الاوروبيه هي بتعطي انطباع جميل جدا على كره القدم. فانتقال كل نجوم العالم الان الى الدوري السعودي ما حيلفت انتباه المشجعين الحقيقيين لكره القدم، بل المشجعين الحقيقيين لكرة القدم اللي بيحبوا فرقهم بشكل كبير حيضلوا ورا فرقهم حتى لو كانوا عم بيلعبوا بالشباب. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني على فيسبوك وعلى يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.